الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الحادي عشر بمجموع الأشواط الذي خصص للبكار اللقاية المحليات الأصائل. مباشرة أتقدم في هذه اللحظات مع المراكز الأولى، أتقدم مع هذه الشعارات وأنطلق مع المراكز الأولى. نتابع المركز الأول، شعار النايلي ينطلق على المركز الأول، سيب بن سالم النايلي ينطلق على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني، نتابع المركز الثاني، طماعة لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميني على المركز الثاني. والمركز الثالث، نتابع المركز الثالث، عصرية حميد بن حمد بن حميد العويسي قادم مقدما عصرية على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع الظبي لنادر بن سالم الورع العامري، شعار بالورع العامري القادم على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات من الشاشة القادمة، المركز الخامس، نتابع الشاشة القادم الخميس بن عبيد بن سالم الراشدي ينطلق على المركز الخامس. سادس المراكز سمحة لسهيل بن سالم بلوتية العامري قادم على المركز السادس. شعار سيب بن أحمد بن خريدة القادم مع شامة القادمة على المركز السابع وثامن. المراكز لفحة المبارك بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري تاسع المراكز، الوصول من مسافة القادم مقدم المسافة أسعد بن ناصر بن سعيد الغيلاني، وعاشرا من الجانب الآخر شعار بن مفتاح على ما ظن الواصل والمنطلق على عاشر المراكز. ثمينة 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 راشد بن النايلي بن راشد الشامسي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة للعشر المراكز المتقدمة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى سمحة على المركز الأول، سالم بن سيف، سالم بن سيف بن سالم النايلي الشامسي من يقدم سمحة على المركز الأول. نتابع المركز الثاني، المركز الثاني عصرية، عصرية قادم حميد بن حمد بن حميد العويسي القادم مع عصرية على المركز الثاني. المسك على المركز الثالث لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميني. والمركز الرابع، المركز الرابع الظبي، الظبي القادم نادر بن سالم بالورع العامري قادم على المركز الرابع. ولكن أتابع التدخل في هذه اللحظات من مزنة القادمة، مزنة محمد بن قنازل بن سعيد العفاري قادم مع مزنة تتسلل على المركز الرابع. خامسا شامة، شامة سيب بن أحمد بن خريدة قادم مع شامة على المركز الخامس. سادس المراكز، نتابع الشايشة القادمة في هذه اللحظات، الشايشة الشايشة يقدم الشايشة خميس بن عبيد بن سالم الراشدي قادم مع الشايشة. عادت في هذه اللحظات النادرة أو القادمة في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، الظبي الظبي وشعار نادر بن سالم بالورع العامري يقدم انطلاقة الظبي على المركز السابع. ثامن المراكز لفحة الواصلة، لفحة المنطلقة لمبارك بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز الثامن. تاسع المراكز
ذاك السمحة سهيل بن سالم باللوتية العامري وشعار بالحلوس ينطلق مع فعال عبد الله بن عبيد بالحلوس العامري قادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشر مع ندان الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة سمع المركز الأول راشد بن نايل بن راشد بن سيف الشامسي ينطلق مع سمحة من البداية يقدم سمحة حتى هذه اللحظات تبغي السلام إلى مدينة العين. نتابع المركز الثاني، المركز الثاني هجوم في هذه اللحظات والوصول من قبل سمحة لسهيل بن سالم باللوتية، باللوتية العمري قادم وعصرية عصرية عصرية حميد بن حمد العويسي مع الكيلومتر الأخير وصلت لفحة مبارك بن عامر بن حمد بن عصان المنصوري قادم وبالحلوس يقدم أفعال. وصلت في هذه اللحظات الشاهينية حمد بن سعيد بن سالم بن حديد القنوبي شعار القنوبي القادم مع انطلاقة وتحديات الشاهينية والقدوم من الشاهينية لمحمد بن سعيد بن سالم الدرعي وصل في هذه اللحظات. والعنود سيب بن مبارك بن فاضل المزروعي وكذلك الوصول من ندى 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 أحمد بن سالم بن منانة قادم مع ندى ولكن عود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول بن عفصان بن عفصان على المركز الأول لفحة على المركز الأول مبارك بن عامر بن عفصان المنصوري. ومن الجانب الآخر متعب متعب فالح بن حميد بن فالح الشامسي الشامسي فاجأنا في اللحظة الأخيرة يقدم متعب يقدم متعب وسمحة باللوتية وبن منانة وبن عفصان ولكن الشامسي الشامسي راعي متعب راعي متعب حتى هذه اللحظات. فالح بن حميد بن فالح بن سيف الشامسية الشامسية باللوتية بن منانة بن منانة وباللوتية وفالح بن سيف بن فالح الشامسي. نتابع المركز الرابع، المركز الرابع لفحة المبارك بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. والمركز الخامس المركز الخامس العنود اللي وصلتنا لسيب بن فاضل السيب بن مبارك بن فاضل المزروعي راعي العنود على المركز الخامس. نعود مع الفوتو فينش مع الثلاث المراكز الأولى. نتابع المركز الأول، نتابع المركز الأول في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز الأول مع الشامسي راعي متعبة تهانينا والناموس راعي متعب فالح بن حميد بن فالح بن سيف الشامسي وسلام عيناوي إلى مدينة العين. زاخر بالتحديد 7:45 جزء واحد من الثانية هو التوقيت. المركز الثاني، المركز الثاني شعار نداء لأحمد بن سالم بن سعيد بن منانة على المركز الثاني 7:45 جزء واحد من الثانية. شعار باللوتية راعي سمحة سهيل بن سالم باللوتية العمري على المركز الثالث 7:45 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.